الانسحاب الإماراتي تحت غطاء استراتيجية السلام أولاً بعد الكوارث التي خلفها التحالف في اليمن، ما هو السلام الإماراتي القادم لها؟ هل هو هروب من تبعات الحرب في اليمن؟ أم أنها مقدمات لتفجير الوضع؟ أهلا بكم. أعلن مسؤول إماراتي أن انسحاب قوات الإمارات من اليمن يتعلق بالانتقال من استراتيجية القوة العسكرية أولاً إلى استراتيجية السلام أولاً. هذا ليس مهماً، الأهم هو تصريح آخر للمسؤول الإماراتي ذاته يقول فيه: لا يعترينا أي قلق بشأن حدوث فراغ في اليمن، لأننا دربنا 90,000 جندي يمني في المجمل. هذا أحد نجاحاتنا الكبيرة في اليمن. جميعنا يمنيون ومهتمون بشأن اليمني، نعرف تماماً ماذا خلفت الإمارات في اليمن وكيف تم استبدال ميليشيا الحوثي بميليشيا الإمارات وجيش مكون من أحزمة ونخب تتبع الإمارات. هل هي مقدمات لتفجير الوضع في اليمن وتحويل تعز وعدن ومأرب إلى بؤر صراع؟ ما هو موقف الشرعية من جرائم الإمارات وانتهاكاتها بحق اليمنيين؟ وماذا بعد الانسحاب؟ هل ستهرب الإمارات من تبعات الحرب في اليمن؟ أم ستعود إليها عبر قفازاتها وأقنعة من الميليشيا التي أسستها على الأرض، سواء المحلية أو تلك التي جلبتها من خارج الحدود؟ انسحاب إماراتي تحت غطاء استراتيجية السلام أولا بعد الكوارث التي خلفها التحالف في اليمن، يبدو أن السلام الإماراتي القادم لليمن محاط بالريبة والشكوك. فبحسب وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إماراتي أن الانسحاب يتعلق بالانتقال من استراتيجية القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا. كيف تحولت الإمارات إلى مربع السلام؟ ذلك يبدو مجرد غطاء لحسابات ومواقف لا تعني سلام اليمنيين شيئا، وأن انسحاب الإمارات يبدو لأغراض غير سلمية. فالأمر الأخطر بحسب ما أوردته الوكالة هو تصريح المسؤول الإماراتي الذي يؤكد أن تركة الإمارات تقدر ب90,000 جندي، وأن أبوظبي غير قلقة من حدوث فراغ بوجودهم. وكما بات واضحا للجميع، ما هي القوات التي دربتها الإمارات بدءا بالحزام الأمني في عدن وأبين ولحج وسقطرة، وقوات النخبة في كل من شبوة وحضرموت، وهي قوات ترفض وجود الشرعية. يتساءل مراقبون عن السلام الإماراتي المنشود في اليمن، وقد بات دورها لا يقل خطرا عن دور ميليشيا الحوثي. فتركة الإمارات في اليمن هي جيوب مفخخة بالعنف، أدينت بتقارير دولية لارتكابها جرائم خارج القانون، وسعت لتقويض الدولة ونفذت عمليات اغتيال وتصفيات لخصوم سياسيين. كانت الإمارات قد أعلنت قبل عام توقف عملياتها العسكرية في اليمن، وبدأت تعتمد على تقوية التشكيلات المسلحة التابعة لها، كما أوقفت أنشطتها الإغاثية على هشاشتها واكتفت بتوزيع قسائم لأرغفة الخبز في الساحل الغربي. حتى عدن التي خضعت للقرار الإماراتي تركت تسبح غارقة في مياه الأمطار، وتحولت شوارعها لمستنقع للمياه الملوثة والعنف المؤدلج. تبرز المخاوف مما بعد الانسحاب الشكلي للإمارات، باعتبار أن القرار غير المعلن قد يكون استعدادا للتصعيد والذهاب نحو الانفصال، لتترك البلد منقسما وضعيفا وتحول اليمن إلى دولة فاشلة تحكمها الميليشيات. تأويلات كثيرة صاحبت الانسحاب الذي وصف بأنه جزء من الصراع الخفي بين الرياض وأبوظبي الذي كشفته أحداث طرد القوات الإماراتية من سيئون، ناهيك عن الضغوط الدولية جراء الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها قوات الإمارات والأحزمة الموالية لها في عدد من المحافظات اليمنية. لكنه في كل الأحوال لا يزال انسحابا شكليا، فالإمارات لا تزال تتموضع في عدد من المواقع والمنافذ الحيوية في اليمن. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا هنا في الاستوديو الباحث والكاتب عادل دشيلة، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. بداية، مساء الخير دكتور عادل. مساء الخير، أهلا بك. إذا برأيك ما هو أو ما هي دلالة انسحاب الإمارات خاصة في هذا التوقيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يعني نحن الآن في الوقت الراهن، كنا في الوقت الحالي وفي الماضي لا نعول على الإمارات يعني أن تنقذ الشرعية اليمنية أو أن تساعد الشعب اليمني، وكان مشروعها مكشوف للقاصي والداني منذ اليوم الأول. يعني كان هناك مشروع ولا يزال هذا المشروع مشروع طائفي في شمال اليمن تقوده إيران، ومشروع عنصري في جنوب اليمن يعني تقوده الإمارات العربية المتحدة. اليوم الإمارات العربية المتحدة بعد أن شعرت بأن هناك ضغوطات دولية عليها، يعني في الشهر الماضي مجلس الشيوخ الأمريكي رفض أن يتم تصدير ما يعادل 8 مليار دولار يعني أسلحة للسعودية والإمارات. أيضا هي متورطة في أكثر من ملف، سواء في ليبيا أو سواء في اليمن أو سواء في سوريا أو سواء في بلدان أخرى في الصومال وما إلى ذلك. أيضا هناك ضغط داخلي حقيقي داخل الشارع الإماراتي، الإماراتيون يرفضون التصرفات محمد بن زايد داخل اليمن، وهناك ضغط حقيقي في الداخل الإماراتي ولا يريدون للإمارات أن تتورط في أكثر من ملف. الآن الإمارات بعد أن فخخت المجتمع اليمني وبعد أن أنشأت لنا عدد من النخب بعشرات الآلاف، نخب مسلحة أو المسلحة وميليشيات مسلحة ومؤدلجة، الآن ستقول أنا سأنسحب. ذكرني الموقف الإماراتي اليوم بالموقف البريطاني في فلسطين في في في, في الأربعينات من القرن الماضي، عندما كانت تشجع رحلات اليهود وتقوم بملشنة فلسطين ورحلات وما إلى ذلك. بعد ذلك قالت لفلسطين اذهبوا وليس لي دخل فيما يحدث اليوم، ومكنت الفلسطينيين يعني مكنت الإسرائيليين من دخول فلسطين. يعني وإن كان هناك لا نشبه الموقف إلا أنه نفس السيناريو ونفس الممارسة التي يقوم بها المحتل اليوم. هذا يفسر الواضح على أن الإمارات يعني متخبطة في مشروعها في اليمن، فشلت في تحقيق أهدافها التي جاءت من أجلها وهي أهداف استعمارية، وبالتالي اليوم تريد أن تقول للمجتمع الدولي أنا بعيد يعني كل البعد عما يحصل في اليمن ولا شأن لي في اليمن، وأن ما يحصل في اليمن هو شأن داخلي. أنا متأكد أن الإمارات العربية المتحدة هي تعرف يعني تعرف جيدا أنه لا مستقبل لها في اليمن، وبالتالي هي قررت الانسحاب. لكن هذا الانسحاب كما يقول الإماراتيون أنه ليس انسحاب يعني كامل وإنما جزئي. نعم. وسيبقون في التحالف العربي. ما المعنى من قولهم أو إعلانهم التحول من استراتيجية الحرب إلى استراتيجية السلام؟ طبعا إذا كانوا هم يعني هم أفشلوا أكثر من عملية عسكرية، ألم يكن الجيش الوطني على أبواب الحديدة في العام الماضي وهم من أفشل هذه الحملة العسكرية؟ ورأينا مسؤول إماراتي عندما قال نحن سنترك يعني لعملية السلام وما إلى ذلك. اليوم هم يريدوا إيصال إشارات للجانب السعودي على أننا نقف معكم وأنه الحرب لن تكون من صالحنا، لأنه هم فاشلين في الحرب، لأنه في البداية هم عندما تدخلوا لم يتدخلوا لأجل الشرعية اليمنية أو لأجل الشعب اليمني، تدخلوا لأهداف خاصة بهم وبالتالي فشلوا. التحالف العربي فشل في تحقيق أهدافه. الآن عندما تقول الإمارات العربية المتحدة بأنه سنترك فرصة للسلام، بعد ماذا؟ بعد 4 سنوات من الحرب، بعد تدمير النسيج المجتمعي والسلم الأهلي، بعد تفكيك اليمن وتحويله إلى دولة فاشلة، بعد ضرب البنية التحتية للمجتمع اليمني، بعد دعم ميليشيات انفصالية متمردة بالمال والسلاح والغطاء العسكري والسياسي، اليوم يقولون نحن ننسحب. نحن نرحب بالانسحاب الإماراتي من اليمن، ولكن إذا أرادوا أن يكون هناك انسحاب حقيقي وانسحاب منطقي عليهم أن يسلموا المواقع والأسلحة للجيش اليمني الشرعي. إما أن ينسحب الآن، هم الآن فشلوا في تطبيق مشروعهم في شبوة، فشلوا في سقطرة، فشلوا في حضرموت، فشلوا في عدن، فشلوا في أبين، حتى أنهم لم ينشوا حتى كيان جنوبي موحد. أنشأوا ميليشيات، أنشأوا أحزمة، النخبة الشبوانية، النخبة المهرية، النخبة السقطرية، النخبة العدنية، النخبة المهرية، النخبة الضالعية وما إلى ذلك. هم الآن متورطين والمجتمع الدولي هو يراقب كل صغيرة وكبيرة. الآن أكثر من 60,000 راح ضحية في هذه الحرب. التحالف العربي متورط بالمقام الأول. هناك أحداث يعني إن لم نقول آلاف العمليات، الغارات الجوية كانت تستهدف الأبرياء وأماكن حساسة، أماكن مدنية. التحالف العربي متورط. إذن الإمارات عليها ألا تعلن البراءة، هي متورطة وستحاكم عاجلا أم آجلا. وإن انسحبت المجتمع اليمني، أما المجتمع اليمني فقد تحول إلى دولة فاشلة، ونحن دولة منزوعة السيادة ومنزوعة القرار، ونحتاج إلى 3 عقود من الزمن حتى نبني ما خربه التحالف العربي. نعم، إذن سأعود إليك أستاذ عادل، ولكن بعد انضمام الأستاذ عدنان هاشم الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية عبر الهاتف من صنعاء. مساء الخير أستاذ عدنان. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا بك وضيفك الكريم ومشاهدينا الكرام. أهلا بك. إذن أستاذ عدنان، ما هي قراءتك لقرار انسحاب الإماراتي من اليمن وما قالت عنها أنه تحول من استراتيجية الحرب إلى استراتيجية السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو اعتقد منذ فتره منذ 2018 انتهت سياسه السلام في اليمن بانها لا تقتل الحوثيين لكنها ستبقي نفوذها في اليمن لفتره طويله. الامارات تحدثت ان معها 90,000 جندي مستعدون لتنفيذ الاوامر والارتكاء الى جانبها، كما قال احد القاده العسكريين التابعين للامارات بانهم سيكونوا سيفها البتار في اليمن. باعتقادي من الصعب الحكم على دور الامارات القادم في اليمن لان الامور لم تتضح بشكل جيد، لم يصدر موقف سعودي او لم تشير السعوديه الى موقفها، لكن في اجمال يجعل المفاعل السعوديه معزوله سيدفعها اكثر نحو اتفاق سلام مع الحوثيين، وسيجعل الامارات بطريقه اكبر سيده او حاكمه في الاجزاء الجنوبيه بفضل عمليه التفكيك التي مرت في السابق، وفضل حالة الاستقرار الأمني وانشغال الحكومة الشرعية أكثر بمواجهة الحوثيين على تخوم المدن الجنوبية. نعم، إذن أستاذ عدنان، يعني برأيك ما هي تداعيات هذه الخطوة على الملف العسكري والسياسي أيضا؟ باعتقادي السعودية ستعاني بشكل أكبر، ستندفع إلى الحوثيين وستبحث عن اتفاق سلام من أجل الخروج من اليمن. السعوديه صحيح انها دخلت في غطاء من الشرعيه، لكنها في نفس الوقت دخلت من في غطاء باسم التحالف العربي حتى لا يلقى عليها باللوم في جرائم الحرب وايضا في جرائم انتهاكات حقوق الانسان. فلذلك خروج الامارات تقريبا هي اخر دوله ضمن التحالف، اذا استثنينا دور السودان لانه دخل ضمن صفقه اقتصاديه وماليه. باعتقادي بان السعوديه ستلجا الى خيار اقرب، وهو ان تتفاوض مع الحوثيين من اجل تامين ومن اجل الوصول الى اتفاق سلام يعطي الحوثيين مكانه افضل واقوى في المرحله القادمه. نعم، اذا نبقى معنا استاذ عدنان، ساعود اليك بعد ان انقل هذه الفكره لضيفي هنا في الاستوديو الدكتور عادل. دكتور، يعني هل تتفق مع ما يعني طرحه الاستاذ عدنان من مساله ان السعوديه ربما سيضعف موقفها بعد الانسحاب الاماراتي وسيشكل عليها ضغط اكبر سواء من المجتمع الدولي او من الناحيه العسكريه؟ بلا شك، اولا اريد ان يعني ان اوضح هذه الثلاث النقاط. لا يستبعد ان يكون هناك يعني اتفاق ايراني اماراتي ضد المملكة العربية السعودية، لأنه المشروع الإمارات كما ذكرت قبل قليل هو يعني إفشال ثورات الربيع العربي، أفشلت الثورة في اليمن أفشلت الثورة في اليمن وفككت المجتمع اليمني، وبالتالي هي الآن تقول أنا لا يهمني أمني القومي، أنا بعيد عن اليمن جغرافيا، الإمارات بعيدة عن اليمن، ومن سيتحمل يعني الضغط هو المملكة العربية السعودية. ثانيا، الإمارات العربية المتحدة تقوم بدور الكمبارس في المنطقة وتنفذ أجندات دولية، وهي تعتبر من أدوات الاستعمار الجديد، وبالتالي عندما شعرت بأن هناك ضغوط أمريكية وأوروبية عليها قالت أنا لا أتدخل في هذا الملف. ثالثا، الإمارات العربية المتحدة حاليا يعني من يقول بأن هناك خلاف سعودي إماراتي، أنا لا أتوقع بأن يكون هناك خلاف سعودي إماراتي، لأن لكل دولة أهداف استراتيجية. السعودية لها أهداف استراتيجية، حماية أمنها القومي في شمال اليمن، أي أن لا يكون هناك ميليشيات مسلحة على حدودها، بينما الإمارات العربية المتحدة لها أهداف أخرى، أهداف اقتصادية وأهداف أيضا أهداف الثورة المضادة وإفشال أي مشروع إسلامي أو عربي أو حتى يعني للشباب. الآن يعني أنا أتوقع في المستقبل أنه يعني مثل ما حصل في ستينات القرن الماضي عندما استمرت الحرب يعني بعد الثورة من 1962 إلى 1970 ثمان سنوات، في الأخير يعني السعودية عندما فشلت في دعم الملكيين دعت جميع الأطراف إلى حوار سياسي وتم إنجاز ما يسمى بالمصالحة الوطنية في عام 1970. اليوم لا يستبعد أن يتكرر نفس السيناريو، إذا شعرت السعودية بأنه لن تستطيع أن تحسم الموقف عسكريا على الأرض فأنا لا أستبعد أن تتعامل مع حركة الحوثي في المستقبل وأن تترك الحكومة الشرعية جانبا. هذا ما يعني ما سيكون في المستقبل إذا لم يكن هناك تدخل من قبل مجلس النواب اليمني ومن قبل الأحرار في المجتمع اليمني، قد ربما أن السعودية تتدخل يعني أو تقوم بحوار مباشر مع الحوثيين ولحماية أمنها القومي، ولا يوجد عندها أي مانع إذا تم حفظ أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية خصوصا في حدودها مع اليمن. نعم، إذا أستاذ عدنان، يعني بالنسبة ل يعني ردود الفعل الإيرانية في هذه الخطوة، هل هناك أي ردود أفعال أو تعليق إيراني بخصوص هذه الخطوة أو الانسحاب؟ مثلا الدكتور عادل يجد أن ربما يكون هناك اتفاق إماراتي إيراني، وغيره يرى يعني آخرون يرون نفس الرأي. هل تتفق مع هذه الأطروحة أم أنه لا يمكن وجود اتفاق إماراتي إيراني؟
خلال الفترة الماضية كتبت الصحف الإيرانية عدة افتتاحيات وعدة مقالات حول انسحاب الإمارات. كان الحديث دفق بأن الإمارات تعرضت لهزيمة مروعة، وأيضا المملكة العربية السعودية هي عبارة عن خسارة في مواجهة الحوثيين، وأيضا قوة لانتصار محور المقاومة الإيرانية في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. أيضا إيران هي لا تنظر بشكل إيران لا تنظر بشكل ضيق كما تنظر إليه المملكة العربية السعودية، هي تنظر بأن وجود الإمارات في جنوب اليمن سيساعد في عملية الانفصال في عملية الانفصال للبلاد، وهذه الإمارات هي نفس المهمة التي كانت تريدها إيران في التعامل مع دولتين الشمال والجنوب من أجل تسهيل عملية السيطرة، وأيضا لقناعتها أو لمعرفتها بأن الحركة الحوثية لا يمكنها أن تحكم الشمال والجنوب لاعتبارات عقائدية وأيضا البعد الجغرافي وأيضا الثقافة المتوارثة. لذلك تسعى إيران على تنشيط أدواتها وعملياتها في جنوب اليمن إذا ما حدث انفصال، وأيضا ستبني خطوط اتصال وثيقة مع جهات وكيانات جنوبية من أجل إبقاء نفوذها والسيطرة على مكان من أي دولة أو أي إقليم سيحدث له انفصال في المستقبل. نعم، إذن يعني يتحدث أحدهم من الإمارات مسؤول الإمارات يقول أنها تركت 90,000 مجند موالي لها، لكن في الحقيقة أنه أيضا مناوئ للشرعية والمشروع اليمني. هناك من يقول أن هؤلاء المتدربين هم الضمان الحقيقي لوجود الإمارات عبر هؤلاء يعني الذين تم تدريبهم والذين يعدون أدواتها في البلد. هل تعتقد أنها ستنجح في إدارة الملف اليمني من الخارج عبر هذه الأدوات؟ بالتأكيد لا. الجنوب لا يمكن الإدارة بهذه الطريقة. الإدارة في الجنوب هي إدارة توافقية، وأيضا هي تكوينات متشعبة. هذا التجيش الذي تقوم به الإمارات سيستمر لفترة معينة، لكنه لن يستطيع فرض أمن واستقرار ولن يستطيع حماية خلق تكوينات جديدة وكيانات جديدة في الجنوب من أجل أن تنفصل. المهرة ستذهب بعيدا، حضرة ستذهب بعيدا، سقطرة ستذهب بعيدا، شبوة وأبيان ستذهب في نفس الاتجاه. الكيان السياسي الذي تحاول الإمارات التسويق له هو الميليشيا الانتقال الجنوبي لن يستطيع إدارة المحافظات الجنوبية ولن يستطيع إدارة أزماتها السياسية التي سيبدأ يعاني منها من جراء تحرك التقنيات الجنوبية الأخرى. باعتقادي بأن الإمارات هي تحفر نفسها في الجنوب وأنها ستبقى طويلا، ستخرج بإنهاك كبير جدا من جنوب اليمن، وستخرج في نهاية المطاف إلى أراضيها وستعود بدون أن تحقق أي مكاسب. يفضل على الإمارات أن تخرج من الآن، أن تبحث لها عن صيغة توافقية مع الحكومة الشرعية، وأيضا كذلك المملكة العربية السعودية أن تبحث عن صيغة توافقية لبقائها أو لمحاولة مد نفوذها للوصول إلى بحث عرب عبر توافقات مع حكومة شرعية قادرة على حماية البلاد من التمزيق وحماية مصالح الدول الغربية أيضا. نعم، عند هذه النقطة دعني أسأل ضيفي هنا في الاستوديو دكتور عادل، يعني مسألة أن تعود الإمارات للحكومة الشرعية وتحاول أن تصحح مسارها معها، تقول الإمارات في يعني أنها رغم قرار الانسحاب إلا أنها لا تزال على التزامها تجاه حكومة الرئيس عبد ربه هادي المعترف بها دوليا، ما الذي تقصده؟ طبعا الإمارات هي يعني لا تريد أن تتورط بشكل مباشر يعني وتواجه المجتمع الدولي. المجتمع الدولي معترف بحكومة شرعية تمثل الجمهورية اليمنية وهي حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. ولذلك الإمارات العربية المتحدة هي دائما تقول بأنها جاءت من أجل الشرعية اليمنية ومن أجل يعني الخروج ومن أجل مواجهة الحوثيين، لكن الواقع على الأرض عكس ذلك تماما. يعني إذا كانت الإمارات العربية المتحدة تقول بأنها مع الحكومة الشرعية، فلماذا ترفض يعني عودة الرئيس اليمني من الرياض إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ لماذا تقوم بملشنة المجتمع الدولي المجتمع اليمني؟ لماذا الإمارات العربية المتحدة الآن تدرب يعني كما ذكرت قبل قليل الميليشيات المسلحة في كل منطقة؟ الآن فخخت حتى جنوب اليمن، حتى جنوب اليمن أصبح الآن مفكك نتيجة لوجود ميليشيات يعني على يعني
على أسس يعني مناطقية وأسس جهوية وقبلية وما إلى ذلك. الإمارات العربية المتحدة كانت تتصور بأنها ستنجح مثل ما فعلت في الصومال، ولكنها فشلت في الصومال. كانت ستنجح من خلال دعم ميليشيات مسلحة ومن خلال بناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون وفي سقطرة، وأيضا كان هدفها الأساسي هو إفشال ميناء عدن، وقد أفشلت ميناء عدن، وأيضا أفشلت الحكومة الشرعية أن تقوم بواجباتها الوطنية في جنوب اليمن. هي الآن ستقف موقف المتفرج عما يحصل، لأنه لا هي لا تبالي بمستقبل الجنوب اليمني ولا تبالي بمستقبل الجمهورية اليمنية ولا يهمها إلا مصالحها الاقتصادية. هذه هي سياسة أي مستعمر. الإمارات العربية المتحدة هي دولة استعمارية، يعني هذا هو التوصيف الحقيقي لها. هي يعني إمبراطورية كما وصفها عازم بشارة على سيقان دجاجة، دولة مساحتها 8000 أو 89000 كيلومتر مربع وتريد أن تتحكم في شعب، يعني الشعب الذي أرغم البريطانيين وأيضا الفرس وما إلى ذلك وأخرجهم من ديارهم. هي تعرف جيدا أنها ستخرج اليوم أو غدا، ستخرج مهانة وستخرج وهي يعني تحمل لعنات التاريخ والأرض والإنسان بسبب جرائمها. وسيذكر اليمنيون بأن بأنهم استجاروا بالعرب يوما ما، وكان من نتائج هذا يعني من نتائج هذه الدعوة لهؤلاء أنهم فككوا اليمن وفككوا النسيج المجتمعي وأدخلوا اليمن في نفق مظلم، وهذا ما سيسجل التاريخ. التاريخ دون كل صغيرة وكبيرة عن جرائم أشكاءنا العرب، وهذه الجرائم لن تسقط بالتقادم. سنلاحق الإمارات في المحافل الدولية وفي المجتمع وفي كل مكان. الإمارات العربية المتحدة هي سبب نكبة اليمن اليوم، وما يحصل اليوم وما سيحصل في المستقبل لا سمح الله سيكون بالدرجة الأولى هو التحالف العربي. أما بالنسبة لجماعة الحوثي فهو عدو داخلي، وبالتالي سيكون لنا يعني تصرفات أخرى معه. نعم، إذا عند هذه النقطة دكتور أستاذ عدنان، هل برأيك تظن الإمارات أنها بانسحابها قد تنجو من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق اليمنيين بهذه السهولة؟ هي تعتقد ذلك، بأنها ستحاول الدولية بأنها تدعم عملية السلام وبأنها لا ترتكب أي انتهاكات، وأن السعودية تتحمل كل الذنب في عملية القتل المدنيين وفي أيضا في السجون السرية وفي استمرار القتل في البلاد وأيضا في كونها أسوأ أزمة إنسانية في العالم. لكن في نهاية المطاف حجم تأثير اليمن على شبه الجزيرة العربية، حجم تأثير الاضطرابات على اقتصادها القومي، حجم تأثير البلاد وأيضا الأحداث داخل اليمن على مستوى المنطقة والعالم، لأن اليمن موقعها الاستراتيجي هي مؤثرة بشكل كبير. في نفس الوقت الإماراتيون يعتقدون بأنهم يستطيعون تهويل المملكة العربية السعودية في اليمن. المملكة العربية السعودية هي الثقل العربي الوحيد الباقي في المنطقة العربية الذي يستطيع قيادة المنطقة، وهي تعتقد بأنها إذا غرقت المملكة العربية السعودية في اليمن فإنها تستطيع قيادة المنطقة وأن تصبح أكبر وأقوى وأن تسيطر على القرار السياسي القرار القومي للأمة العربية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عدنان هاشم الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك دكتور عادل. دكتور عادل، يعني برأيك ما علاقة هذه الخطوة بانهيار اتفاق السويد وفشل التحالف في استئناف عملية تحرير الحديدة؟ طبعا اتفاقية ستوكهولم هي فاشلة منذ اليوم الأول، وحتى اليوم الإمارات العربية المتحدة تقول بأنها يعني تريد أن تترك فرصة للسلام. أنا من وجهة نظري الشخصية لن يكون هناك سلام حقيقي مع جماعة الحوثي. اليوم الجماعة الحوثي يعني أصبحت قوية أكثر من أي وقت مضى في الحديدة وفي المناطق الأخرى. بالأمس كانت جماعة الحوثي يعني تقوم بعرض صواريخ وما إلى ذلك، تقول أنها من صنع محلي، وأنا استبعد هذا العرض الحوثي. هذه كلها صواريخ إيرانية. الاتفاقية ستوكهولم إذا كان المبعوث الدولي نفسه فشل في إخراج يعني سجناء أبرياء من سجون جماعة الحوثي بموجب اتفاقية ستوكهولم، ها هي جماعة الحوثي اليوم تحكم على أكثر من 35 فرد بالإعدام. يعني أي كلام عن سلام حقيقي مع جماعة الحوثي هذا يعتبر نوع يعني من الضحك على الذقون. أما بالنسبة للانسحاب الإماراتي فقد جاء يعني هناك يمكن أن نقول عدة تفسيرات. التفسير الأول أن الإمارات العربية المتحدة تريد أن تخرج من الورطة التي وقعت فيها وأن تترك السعودية بمفردها. الشيء الثاني أن الإمارات العربية المتحدة الآن تريد أن توصل رسالة للمجتمع الدولي أنني جاهز يعني للضغط على الميليشيات في جنوب اليمن إذا استطعتم أن تقوموا بحوار سياسي مع جماعة الحوثي بين جماعة الحوثي والحكومة الشرعية.
التفسير الثالث أن الإمارات العربية المتحدة تشعر بأن هناك يعني بأنها يعني قد ربما إذا حصل نتيجة للتطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي أنه لا يحدث إذا حصل حرب لا سمح الله في الخليج العربي ستكون المستهدف الأول، وقد صرحت إيران بذلك حقيقة وقالت بأنه الأهداف الاستراتيجية ستكون يعني من القواعد التي تنطلق من الصواريخ الأمريكية، أي أن الإمارات العربية المتحدة ستكون يعني هدف استراتيجي لإيران، وهي تخاف على مصالحها وتخاف على أمنها القومي. أما بالنسبة للتفسير يعني الرابع، الإمارات العربية المتحدة كانت يعني لديها مشروع واضح وهو إجهاض أي مشروع يمني، أجهضت المشروع اليمني والآن اكتفت بما حصل في اليمن وفخخت المجتمع اليمني لعقود من الزمن قادمة، وبالتالي هي الآن تقول أنا أبرأ مثل ما إبليس يعني عندما يورط ابن آدم في كذا يقول أنا إنني بريء مما إني بريء منك إني أخاف الله، هذا هو موقف الإمارات العربية المتحدة. أما بالنسبة لأن يكون هناك سلام حقيقي، فمن يتوقع أن يكون سلام حقيقي مع جماعة الحوثي فهو كمن يعول على جماعة على الإمارات أن تساعد الشعب اليمني. لا فرق، أنا ذكرت في عام 2016 في بداية العام 2016 بأن هناك مشروعين، نشرت مقال بأن هناك مشروعين، مشروع إماراتي هذا المشروع عنصري مناطقي جهوي وهي تعمل على يعني على تنفيذه، ومشروع فارسي إيراني، وبالتالي اليوم الإمارات العربية المتحدة وإيران نجحوا يعني في تنفيذ مشاريعهم الاستراتيجية في اليمن، والأسف الشديد سنكون نحن ضحايا حروب أهلية قادمة لا سمح الله. نعم، إذن برأيك هناك أيضا من يقرأ الموقف أو يشبه هذه الخطوة بخطوة التحالف حين انتقل من عاصفة الحزم إلى عاصفة الأمل للتخفيف فقط من الضغوط الدولية والسخط الشعبي، ما رأيك؟ طبعا التحالف العربي يعني هو فاشل في عملياته العسكرية، هو فاشل سياسيا، فاشل عسكريا، فاشل يعني في 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 كل المجالات. التحالف العربي فشل فشلا ذريعا لسبب بسيط، أنه لا يريد حسم المعركة فقط. التحالف العربي ليس لديه استراتيجية لحسم المعركة. السعودية لديها تصفية حسابات مع الجمهورية اليمنية، علينا أن نكون صريحين، المملكة العربية السعودية تعرف جيدا بأنها تحتل أكثر من 450 ألف كيلومتر مربع، هذه أراضي يمنية تم ضمها البعض منها تم ضمها في عام 1970، بما في ذلك يعني شرورة ومناطق أخرى وما إلى ذلك، ولذلك المملكة العربية السعودية موقفها من اليمن كان واضح منذ أن أسست هذه المملكة، موقفها أن لا يكون هناك دولة يمنية قوية مركزية، نجحوا في تفكيك اليمن، إذا كانوا هم جادين أن يخرجوا المجتمع اليمني إلى بر الأمان. الآن يعني لا نطلب من الإماراتيين نقول انسحبوا، بس سلموا المواقع للجيش اليمني، اتركوا الجيش اليمني يقتحم العاصمة اليمنية صنعاء، اتركوا الحكومة الشرعية أن تمارس أعمالها على الأرض، اتركوا الرئيس اليمني أن يعود إلى مكانه، اتركوا التدخل في كل صغيرة وكبيرة، اتركوا اليمن وشأنه، واليمن سيقرر مصيره، لكنهم يرفضون ذلك. الآن من الذي دعم الميليشيات في جنوب اليمن؟ إذا كانت السعودية لو كانت السعودية لا تريد أن يكون هناك ميليشيات في جنوب اليمن، ستقول الإمارات العربية المتحدة هذه الخطوات وهذه الإجراءات تضر أمني القومي وليس من صالحي، وعليكم أن تتوقفوا عن دعم ميليشيات مسلحة في جنوب اليمن. كلمة واحدة من المملكة العربية السعودية للإمارات، والإمارات أنا أعتقد بأنها ستفهم الرسالة، لكن هناك صورة أو مخطط واضح، فككوا المجتمع اليمني. الخليج لا يريد أن يكون هناك دولة يمنية موحدة. الخليج لديه أهداف استراتيجية لتفكيك اليمن، هم منذ حرب الكويت وهم يعملوا على تفكيك اليمن. في عام 1994 دعموا الحركات الانفصالية المتمردة، في العام 2004 يعني هم كانوا بطريقة أو بأخرى يدعموا حركة الحوثي، في العام 2009 أيضا وقفوا مع جماعة الحوثي، في العام 2013 هم من أدخل جماعة الحوثي العاصمة اليمنية صنعاء، وكانوا يصفون الدولة اليمنية داخل صنعاء بأنها ميليشيات تتبع آل الأحمر وتتبع أيضا التجمع اليمني للإصلاح. واليوم الإمارات ترقص على نفس النغمة وتقول بأن الدولة الشرعية يمثلها الإصلاح، وأن الإصلاح أخوان اليمن، وأنهم هم من يدير الأمور. ورأينا المخطط الأخير في مأرب، ما الذي حصل في مأرب؟ رأينا كيف الهجمة الشرسة من الإمارات وأيضا من السعودية ودول أخرى. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي عبر الهاتف من برلين. مساء الخير دكتور علي. نعم دكتور علي، هل تسمعني؟ نعم، سنحاول معاودة الاتصال بك دكتور علي. عودة إليك أستاذ عادل. أستاذ عادل، يعني بهذا الشكل الذي يعني أو القراءات المتعددة لهذا الانسحاب الذي قامت به الإمارات، هناك يعني من يتساءل ما علاقة هذا الانسحاب من محيط باب المندب بالتصعيد الإيراني حول مضيق هرمز والخليج العربي؟
طبعا الإمارات العربية المتحدة هي كانت منذ اليوم الأول تريد بناء قواعد عسكرية. الآن لديها قواعد عسكرية موجودة في البحر الأحمر، لديها الآن يعني قاعدة داخل المضيق أو ما يسمى بالمضيق اليمني، مضيق باب المندب، وأيضا لديها جزر مستأجرينها من إريتريا. أيضا إيران لديها جزر مستأجرة من إريتريا. أيضا هناك ميليشيات مسلحة، وكان الحراك الجنوبي يتدرب في هذه الجزر التي هي جزر إريتريا. كان الحراك الجنوبي يتدرب داخل هذه الجزر بدعم إيراني مباشر. اليوم هم كانوا يقولوا بأنهم يعني يريدوا أن يؤمنوا الملاحة في البحر الأحمر، ويريدوا أن تفتح لهم يعني أماكن لتصدير النفط عبر ما يسمى بالمناطق السعودية إلى المهرة أو تأمين الملاحة في البحر الأحمر، لكنهم فشلوا في ذلك. وبالتالي الإمارات هي الآن تحت رحمة إيران. إيران هي المتحكمة الآن في مضيق هرمز، وإيران تستطيع يعني لو تحركت بارجة أمريكية فقط ضد إيران، تستطيع إيران فقط أن تضرب الأماكن الحساسة، بس تضرب أماكن تحلية المياه وسقطت الإمارات وسقطت حتى الرياض، ولا سمح الله لذلك أن يحدث. اليوم الإماراتيون العرب فشل، الخليجيون بشكل يعني خاص فشلوا فشلا ذريعا في حماية الأمن القومي العربي، فشلوا في تنفيذ مخططاتهم التي كانت جنونية، فشلوا في تنفيذ الثورة المضادة. لا يعني لا التفسيرات الآن يعني في سواء في البحر الأحمر أو في مضيق هرمز أو في خليج عدن، كل هذه هي عبارة عن هرطقات إماراتية، ولن ينجح لها أي مخطط لا في عدن ولا في غير عدن. نعم، إذا عاد إلينا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي. مساء الخير دكتور علي. مساء النور، أهلا بك. إذا دكتور، انسحاب إماراتي مفاجئ برأيك، هل من المعقول أن تتخلى الإمارات عن أطماعها وأجندتها في اليمن بهذه السهولة، أم هي مجرد خطوة تنحني فيها أمام الضغوط الدولية والسخط الشعبي؟ أنا لا أعتقد أن هناك انسحاب حقيقي بمعنى الانسحاب، ربما هناك إعادة ترتيب قوات، ربما هناك انسحاب أو سحب قوات من مناطق لا تتمتع الامارات العربيه المتحده فيها بالاولويه او بالكلمه العليا. يعني هي في مارب ليست لها الكلمه العليا، بل للقوات السعوديه والقاده السعوديين. في الساحل الغربي لم يعد وجودها معنى بعد ان اصبحت بعد التكتل التي حصمت مدينه الحديده ومنعت اي اعمال عسكريه، وبالتالي فوجودها اصلا في هذه المنطقه غير ذا معنى عسكري يعني. وبالتالي اصلا حجم القوات الإماراتية في اليمن ليس بالكبير، يعني ربما 5000 جندي لا يشكلون حتى لواء واحدا يعني. القضية ليست قضية الوجود العسكري للإمارات، هو الوجود السياسي والنفوذ السياسي. وماذا تريد الإمارات في اليمن؟ الإمارات منخرطة في الصراع في الحرب منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، وقد يعني تكلفت إذا جانب أيضا الكلفة المادية أيضا تكلفة بشرية أيضا ليست بالقليلة، أكثر من 100 قتيل أو شهيد إماراتي في هذه الحرب. لا يمكن ان اتصور ان الامارات ستنسحب هكذا بسهوله ودون اي مقدمات. ما اعتقده هو ان هذا الانسحاب او ادعاء الانسحاب او التصريح بالانسحاب التكتيكي كما ذكروه هو عباره عن الضغط على المملكه العربيه السعوديه اكثر من شيء اخر. هناك نوع من التنازع او تزاحم نفوذ الاماراتي مع نفوذ السعودي. اعتقد كانت هناك تفاهمات بعد العام 2016 بين السعوديه والامارات على ثقافه النفوذ في اليمن. المملكه العربيه السعوديه بعد هذه الفتره وجدت ان هذه القسمه غير مقبوله وغير مسموح بها. بعد ان اخذت الامارات كل جنوب اليمن، الموانئ الرئيسيه، الجزر الرئيسيه، المضيق الرئيسيه. وبالتالي هي تقاوم او قاومت النفوذ الاماراتي بشكل خفي او بشكل هادئ. الامارات وجدت ان الصدام مع السعوديه لن يوصلها الى نتيجه، فهي الان تحاول تضغط عليها سياسيا وهي تهدد بترك الساحه او ترك الساحه اليمنيه للسعوديه التي تحتاج الى شريك في هذه الحرب. اذا يعني برايك تحتاج الى شريك سياسي، ليش عسكريا؟ السعوديه ليست بحاجه الى شريك عسكري، هي بحاجه الى شريك سياسي. الغريب دكتور علي يعني انه نود ان نفهم كيف يمكن اداره ملف الحرب في اليمن، التنسيق بين السعوديه والامارات بمعزل عن الشرعيه تماما. من البدايه اعتقد لا احد يتوقع ولا انا ولا اي محلل سياسي يرى ان السعوديه والامارات دخلت اليمن لاعاده السلطه الشرعيه الى صنعاء، للعاصمه صنعاء. لا اعتقد انها ستضحي بجنودها وبالتكاليف العاليه جدا للحرب هذه من اجل اعاده الرئيس عبد الرب منصور هادي الى العاصمه صنعاء. هي دخلت من اجل مصالحها ومن اجل ضمان مصالحها في اليمن.
السعودية لديها مصالح قديمة في اليمن، ولديها محاولات للهيمنة على هذا البلد منذ نشأة الدولة السعودية، وهناك نظرة سعودية لليمن باعتبارها منافسة طبيعية للنفوذ السعودي في الجزيرة العربية. الإمارات لديها فائض قوة، الإمارات أو إمارة أبو ظبي بالذات لديها فائض قوة، فائض مالي غير عادي. الصندوق السيادي لإمارة أبو ظبي هو ثاني أكبر صندوق سيادي في العالم، ما يتجاوز 900 مليار دولار. هذا الفائض المالي الكبير سمح لأبو ظبي أو دفع القادة السياسيين في أبو ظبي إلى البحث عن ترجمة هذا الفائض القوة في المحيط الإقليمي أو في أكثر من منطقة، وبالتالي كانت اليمن أحد المناطق المرشحة. أيضا مصالح الاستراتيجية الإماراتية دفعت الإمارات أيضا لمحاولة وضع نفوذها في اليمن أو تقوية نفوذها في اليمن. الإمارات لا تعتمد على النفط، الإمارات حتى إذا كانت الآن دولة نفطية، ولكنها تعلم أن المستقبل ليس للنفط. نحن نعلم أن الإمارات الآن وهي بالمناسبة منتج كبير للنفط، تنشئ مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، تنشئ مفاعل نووي، هذه كلها توحي بأنهم لديهم استيعاب أن المستقبل ليس النفط، ولا المستقبل هي بالتجارة وإعادة التصدير، وبالتالي محتاجة إلى تأمين مركزها في هذا المجال، ولا يمكن تأمين مركزها دون السيطرة على الموانئ الموجودة في المنطقة، وبالتالي ضمان موقع قدم لها في اليمن وضمان سيطرتها على الموانئ اليمنية هو جزء من الخطة الاستراتيجية لتأمين الإمارات. نعم. وذلك لا أعتقد أبدا أنها ستنسحب من اليمن مجرد أي ضغوط سياسية أو أي مخاوف من أي ضغط دولي. أصلا هي ضغوط دولية، الضغوط الدولية غير موجودة أصلا على الإمارات. إذا كان هناك من ضغط دولي فهو موجه بالأساس على المملكة العربية السعودية. إذن نعم، اسمح لي أن أعود للأستاذ الدكتور عادل. دكتور، يعني برأيك ماذا عن مشروع الانفصال الذي تدعمه الإمارات؟ ربما صحيفة الجارديان البريطانية قالت أو طرحت كثير من النقاط حول هذا الانسحاب، وذكرت فيما ذكرت أن الإمارات ستواصل دعمها للحركة الانفصالية في جنوب اليمن، رغم أنها تعلن أنها ما زالت مع التحالف، والتحالف في كل مرة أو في كل بياناته يؤكد على وحدة وسلامة اليمن. طبعا هي منذ اليوم الأول كانت تدعم الميليشيات المسلحة في جنوب اليمن وتعمل على انفصال جنوب اليمن، وهناك أكثر يعني من سياسي إماراتي يعني يصرح دائما، وكتاب إماراتيين يصرحون بأنهم نعى انفصال جنوب اليمن عن شماله، ولكن هذا المخطط الإماراتي في جنوب اليمن سيفشل. إذا كان الإمارات العربية المتحدة فشلت في توحيد هذه الميليشيات المسلحة تحت قيادة واحدة، فهل بالإمكان أن تنجح في أن يكون هناك انفصال حقيقي على الأرض في المستقبل؟ اليوم لدينا ميليشيات شبوانية، ميليشيات مهرية، ميليشيات ضالعية، ميليشيات عدنية وما إلى ذلك. هذه الميليشيات المسلحة لن تستطيع فرض أمر واقع في الجنوب، وقد رأينا كيف فشلت في فرض أمر واقع في سقطرة، كيف فشلت في فرض أمر واقع داخل شبوة. لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية بأن بالنسبة للانفصال لن يتحقق بالقوة العسكرية أو بفرض أمر واقع بقوة الحيد والنار إلا في حالة واحدة، إذا تم هناك حوار سياسي بين يعني أبناء شمال اليمن وجنوب اليمن على أرضية واضحة. لدينا برلمان منتخب، لدينا دستور واضح، لدينا دولة يعني مسجل في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي من الصعب أن يكون انفصال في ليلة وضحاها إذا لم يكن هناك يعني تنسيق، وإذا لم يكن هناك حوار سياسي واستفتاء وما إلى ذلك. لذلك أنا يعني الإمارات ستفشل في مشروعها، والميليشيات المسلحة هي عبارة عن شلة من المرتزقة. هؤلاء يعني بإمكانهم أن يبتعدوا عن الإمارات اليوم غدا لو تم قطع المرتبات، وقد تم قطع الأسلحة سيتحولوا إلى أي جهة أخرى. هذه ميليشيات مسلحة ولا يهمها أمن جنوب اليمن ولا مستقبل جنوب اليمن، بقدر ما يهمها مصالحها الخاصة والوقاع على الأرض تقول ذلك. إذن دكتور علي، يعني أعلنت الإمارات انسحابها من اليمن، ولكن بعد تفخيخ الملف اليمني، برأيك ما هي عواقب هذه الخطوة بالنسبة للشرعية والملف اليمني بشكل عام؟ هل يمكن تجاوز هذه التركة الثقيلة التي تركتها الإمارات؟ مسألة تشظي المجتمع اليمني وانقسامه إلى قوى سياسية وقوى اجتماعية مختلفة، هذا ليس بالأمر الجديد. يعني لو راجعنا التاريخ اليمني في عقب الانسحاب البريطاني، كان لدينا 22 سلطنة ومشيخة، كان لديها علم، كان لديها قوة شرطة، كان لديها جمارك، كان لديها جيش أيضا، يعني كان لديها قوة أيضا مسلحة، ولكن ذلك لم يمنع من توحيد اليمن. القضية ليست قضية وجود ميليشيات، هذه الميليشيات وجودها آني، وجودها مرتبط بالدعم والتمويل الإماراتي أو دعم أو تمويل أي طرف آخر. عندما يتوقف هذا الدعم ستتوقف هذه الميليشيات عن إثارة المشاكل، ربما حتى تخضع للدولة اليمنية وتدخل ضمن إطار الجيش اليمني. القضية
هذه الميليشيات لا تمثل حركة سياسية حقيقية، هذه الميليشيات تمثل مصالح فردية، مصالح شخصيات معينة، وشخصيات غير سياسية، شخصيات ظهرت فقط في الآونة الأخيرة، لا تحمل أي مشروع سياسي حقيقي، وليس لديها المهارة السياسية لإدارة أي انفصال من أي نوع. أعتقد المسألة مرتبطة، مسألة مستقبل اليمن مرتبطة بأداء الحكومة الشرعية اليمنية ومدى الدعم الذي ستتلقاه من المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي. إذا تلقت دعما دوليا وتلقت دعما لسلطتها في اليمن من قوى الإقليم، أعتقد أنها قادرة على معالجة هذه الإشكالية. المشكلة ليست هي تبدو الآن ربما عويصة، تبدو وجود ميليشيات متنوعة وميليشيات مسلحة، لكن في النهاية هذه الميليشيات ليست مرتبطة بمشروع سياسي ماضي أو مشروع سياسي واضح المعالم. هناك خلافات من المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي ليس موحدا، المجلس الانتقالي لديه شعبية في محاولة قليلة للغاية، ربما الضالع وربما جزء من لاحق، لكنها غير موجودة مثلا في حضرموت، غير موجودة في المهرة، غير موجودة في سقطرة، وجودها في شبوة أيضا محدود وفي مناطق معينة وضمن إطار قبائل معينة، في أبن غياء غير موجودة، في عدن المجتمع يضج منها، وبالنتيجة هي ليست ذات خطر كما يصور لها. إذا يتوقف عنها الدعم فستتوقف عن الحياة وستتوقف مشروعها السياسي تماما. المسألة مرتبطة بأداء الحكومة الشرعية، هل الحكومة الشرعية قادرة أو لديها الإرادة السياسية ولديها الأدوات الكافية لإقامة وتدعيم السلطة الشرعية على مناحي محافظة الجنوب وعلى محافظة اليمنية كاملة؟ إذا تمكنت الحكومة الشرعية من امتلاك هذه الأدوات، فأعتقد أن مسألة الميليشيات الموجودة في الجنوب الآن لن تكون قضية كبيرة. نعم، إذا فيما يتعلق بجزئية الانتقال من استراتيجية السلام إلى استراتيجية يعني الانتقال من الحرب إلى السلام، كيف يمكن الانتقال من مربع السلام ونيران الحرب ما زالت متأججة؟ هل يمكن فهم أن إمكانية القبول بالواقع والاتفاق مع الحوثيين؟ بالنسبة للإمارات معركتها لم تكن مع الحوثيين أصلا منذ البداية. معركة الإمارات كانت أساسا مع الحكومة الشرعية اليمنية، هي قاتلت الحوثيين في بعض المناطق التي تهمها، الموانئ كانت سواء في عدن أو في النخا أو في الحديدة. وعندما توقفت معركة الحديدة وتم تحصين المدينة بقرارات أممية وبمشروع أو اتفاقية ستوكهولم، والآن المدينة وقفت لقناة المراقب أمميا، لم تعد هناك اشتكاك أو مواجهة عسكرية مباشرة بين الإمارات والحوثيين، بالعكس كان هناك اتصال بين الحوثيين والإماراتيين. ودعينا نذكر فقط بقضية إطلاق سراح أحد الرهائن الأمريكيين، الولايات المتحدة الأمريكية وجهت الشكوى للإمارات على مساهمتها في إطلاق هذه الرهينة الأمريكية التي كانت لدى الحوثيين. إذا هناك اتصال بين الحوثيين وبين الإماراتيين. وعبد الملك الحوثي في أحد خطاباته دعا الإماراتيين إلى عدم العودة إلى ساسين السابق، بمعنى أنهم قد غيروا هذه السياسة وقاموا اتصال فعلا مع الحوثيين. المعركة الآن لم تكن بين الإماراتيين وبين الحوثيين أبدا، الإمارات لم تكن منخرطة في الصراع المباشر مع الحوثيين بشكل مباشر، هي كانت منخرطة في صراع الاستيلاء على بعض الموانئ والمناطق التي تهم مصالحها فقط. وعندما توقفت هذه المصالح أو لم تعد هذه المعارك قائمة، انتفع أداءها للحوثيين. بالعكس أنا أتوقع أن هناك تنسيق أيضا سياسي مع الحوثيين. ما يجمع الحوثيين والإماراتيين هو أكبر بكثير ما يفارقهم، يجمعهم العداء للسلطة الشرعية اليمنية، وايضا يجمعهم المملكه العربيه السعوديه. الامارات ليست صديقه ابدا، ليست حليفه حقيقيه للمملكه العربيه السعوديه. اذا اسمح لي ان اعود فقط يعني في دقيقة للدكتور عادل، يعني برأيك هذه النقطة التي ذكرها الأستاذ علي بكون الإمارات قد تتفق مع حربها ليست أصلا مع الحوثيين وإنما أتت لحرب أو لأخذ بعض المناطق؟ طبعا الإمارات العربية المتحدة ليس لها أي يعني مشكلة مع جماعة الحوثي، وهي مستعدة أن تحكم جماعة الحوثي شمال اليمن، ولا يستبعد بأن يكون هناك مخطط قبيح يدار داخل الغرف المغلقة في أبو ظبي لتفكيك اليمن، وأن تكون جماعة الحوثي وجناح الرئيس الراحل علي عبد الله الصالح يدير دفة الحكم في شمال اليمن، وأن يكون عصابات يعني مسلحة وميليشيا مسلحة تحكم جنوب اليمن. ولكن اليمن لن يلتهم الصحراء الربع الخالي ولا البحر الأحمر ولا دولة الطرف، سيبقى اليمن عاصيا على الكسر، وسيسترد اليمنيون أرضهم، وسيكون اليمن واحدا موحدا، شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا ما سيكون في نهاية المطاف. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. الشكر لك دكتور عادل دشيل الباحث والكاتب، كنت معنا في هذه الحلقة من هنا من الاستوديو. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.
الله.